السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميمين. ازيكم يا سنة تالتة إعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض القاعدة اللي هي في يونت 9 على الدرسين 1 و2. تمام. احنا المرة اللي فاتت اخدنا مراجعة كده على used to used to. تمام. كانت تبع الدرسين ايه؟ 1 و2. فالنهاردة بقى ان شاء الله انا شرحت used to used to، قلت لكم القاعدة التانية هنسيبها في الحصة اللي بعدها عشان الفيديو ما يبقاش طويل. تمام. طيب فتعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا بيقول لي the second conditional with would might or could، بيقول لي الحالة الشرطية التانية من if بس مع مين؟ مع would او might او could. طيب احنا قلنا احنا عندنا 4 حالات من if: الحالة الصفرية والاولى والتانية والتالتة. احنا خدنا المرة اللي فاتت خدنا الحالة الاولى، والحالة الاولى عكس الحالة التانية. الحالة الاولى كنا بنستخدم معاها present simple، والناحية التانية will والمصدر او will not والمصدر. اما الحالة التانية عكسها، انا كنت هناك بستخدم ماضي بسيط، المضارع بسيط، يبقى المرة دي ماضي بسيط. هناك كنت بستخدم will، المرة دي هختار would او could او might. تمام. مع النفي بتاعهم. طيب بيقول لي we use if plus past simple plus would plus infinitive the second conditional، يعني to talk about situations that are possible about but probably will not happen. بيقول بنستخدم الحالة الشرطية الثانية اللي هي بتتكون من الماضي البسيط، والناحية الثانية would والمصدر. بيقول لك عشان نتكلم عن حاجات الأشياء الغير ممكن حدوثها في الوقت الحالي ومستبعدة ايه؟ مستقبلا، يعني مش هتحصل دلوقتي ولا هتحصل فين؟ في المستقبل. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. بيقول لك أول حاجة أداة الشرط عندي if، وبعد كده جملة الشرط الجملة الثانوية، وبعدين الجملة الرئيسية. الجملة الثانوية اللي هي الأولى تبقى ماضي بسيط، الفعل بقى ومعاه ماضي بسيط، وقلنا الماضي بسيط هو التصريف التاني للفعل. بيتكون من ايه على السريع كده؟ الماضي البسيط عندك فعل منتظم أو غير منتظم. الفعل المنتظم بنحط له دي أو اي دي أو اي اي دي. تمام. الدي لما الفعل ينتهي بالاي، والاي دي مع معظم الأفعال، والأفعال بتنتهي بواي قبلها ساكن، أما البتاع ده قبلها متحرك، الواي اللي قبلها متحرك. اما الاي اي دي مع الواي اللي قبلها حرف ساكن، بنحذف الواي ونحط اي اي دي. طيب دي مع الافعال المنتظمه. اما الافعال الغير منتظمه يبقى لازم تحفظها، زي تبقى جو، وينت، سي، سو، باي، بوت. تمام. ثينك، ثوت. في الماضي البسيط بنفي بديدنت والفعل في المصدر. تمام. دي بالنسبه للجمله الاولى. بعد كده بتاخد كوما، ادام اف في اول الجمله يبقى تاخد كوما ما بين جملتين. الجمله الثانيه بتبقى الفعل هو هو اللي انت مستخدمه هنا، بتخليه هنا، وبعد كده بتختار would والمصدر او could والمصدر او might والمصدر. تمام. يعني مثال مديهولك اهو: if اسراء worked hard at school. الله ده انا عندي ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه would والايه والمصدر. انا عندي هنا اسراء بنت، فعوضت عنها بالضمير she، واقول بقى she would get high marks. بيقول لي لو هي كانت ذاكرت بجد كانت هتحصل على درجات عاليه. لو هي بقى يبقى حاجه مش هتحصل دلوقتي ولا هتحصل في المستقبل عشان ما حصلتش. تمام. خلاص بقى هو لو كانت ذاكرت كانت حصلت على درجات ايه؟ عاليه. فهمتوا كده؟ طيب ينفع ان احنا نبدا بالجمله الرئيسيه وبعدين بقى الجمله الثانويه؟ ينفع. ازاي؟ بان انت تحط اف في النص. لو حطيت اف في النص هتجيب الجمله الرئيسيه الاول وبعدين الجمله الايه؟ الثانويه. يعني انت بتعكس الجملتين دول. تمام. يعني هنقول مثلا بدل شي، لا نعوض بقى هنا بايه؟ باسراء. هنقول اسراء would get high marks if she worked hard at school، وهو مديها لك هنا اهو، بيقول لك she would get high marks if she worked hard at school. خلي بالك ان if لما بتيجي في نص الجملة ما بيجيش كومة ما بين الجملتين. تمام. اما لو if جت اول الجملة يبقى لازم تحط كومة ما بين الجملتين. فهمتها كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي الحالة التانية عكس الحالة الاولى، عشان مخك يبقى مجمع معايا كده وتربط الجملتين ببعض او الاتنين ببعض. الحالة الاولى مضارع بسيط will والمصدر، اما الحالة التانية ماضي بسيط would والمصدر. تمام. طيب بيقول يمكن استخدام might بدلا من would بس للتعبير عن عدم التأكد، اللي هو بقى الاحتمالية،
ونشوف مع بعض. بيقول لي would زائد perhaps أو possibly أو probably، والمصدر هي might والايه والمصدر. ازاي يا مس؟ بيقول لك if I had enough money، لو انا معايا فلوس كفاية، I would perhaps buy a new car. الله، طب ما انا عندي perhaps دي من الاحتمالية. وبيقول لك نحط might، ده كان سؤال عليكم السنين اللي فاتت، بيقول لك مثلا تحط، يجيب لك كلمة كده ما بين القوسين اللي هو كان سؤال الريرايت بس اتحذف من عليكم. بيقول لي بقى ايه ينفع ان انا اعوض بقى هنا احط مايت؟ من عندي هنا perhaps او possibly او probably اي حاجة منهم. هتجيب الجملة الاولى عادي زي ما هي، if I had enough money، لو انا معايا فلوس كفاية، تحش would perhaps وتروح حاطط لي مايت، يبقى I might buy a new car، كان ممكن اشتري ايه عربية. تمام كده، ده احتمالية، والله لو انا معايا هشتري. طيب عندي ايه كمان؟ بيقول لك could، كود دي للتعبير عن القدرة أو الإمكانية. وقال لك would be able to والمصدر هي كود والإيه والمصدر، أهو نفس الكلام. بيقول لك if منا came first، لو منا كانت طلعت الأولى، she would be able to join the school trip for free، كانت هتلتحق برحلة المدرسة بالمجاني. ينفع أنا أحط كود؟ هنقول if منا came first، هتحوش would be able تو وتحط مكانها كود، ونقول كود جوين على طول ذا سكول تريب. تمام، كانت هتقدر ان هي تروح المدرسة بالمجان. رقم خمسة بيقول لك يمكن استخدام كود بدلا من وود للتعبير عن الاحتمالية. يعني ايه؟ يعني لو لقيت مثلا perhaps would، ينفع احط كود؟ وينفع برضو ان احنا نحط مكانها might، لان الاحتمالية برضو بتاخد might. تمام، بيقول لك اهو the problems caused by rising sea levels would perhaps get worse if they didn't plant new mangrove trees forests. هنحوش مثلا، هنحط كود، يبقى تحوش would perhaps وتروح حاطط كود عادي جدا. تمام، المهم ان التلاتة دول would او could او might بتجيب وراهم الفعل في المصدر. طيب ينفع ان انا انفيهم؟ ينفع ان انت تقول wouldn't او couldn't او might not. تمام، اهو برضو نفس الكلام، لو لقيت wouldn't possibly والمصدر هي might not والمصدر، لان احنا قلنا possibly وprobably وperhaps دول من الاحتمالية، والاحتمالية بياخدوا might على طول. تمام، قالك if you want to the bakery، لو انت رحت المخبز، it wouldn't possibly be very busy، بيقولك ان انت ايه ممكن ما يكونش مزدحم. هنا بقى بيقول if you want if you went to the bakery it might not be very busy، بيقول لك بقى ممكن ما يكونش ايه مستحيل. تمام، طيب رقم سبعة بيقول لي could not او couldn't، دي بتعبر بقى عن الاستحالة، مستحيل بقى ان الحاجة دي تحصل. بيقول لك بتساوي كلمة would be impossible to والمصدر برضو، هي couldn't والايه والمصدر، ومديك المثال ومغير لك الكلمة دي وحطت لك مكانها couldn't. تمام، بيقول لك بنستخدم قاعدة if في الحالة التانية عند اعطاء نصيحة كما في الصيغة التالية، if I were you، لو انا كنت مكانك، وده تعبير على بعضي عايزة تحفظه. تمام، فالتقريبا الاي دايما بتاخد وصفة، ده تقريبا التعبير الوحيد اللي بياخد معاها وير. فكلمة if I were you، لو انا كنت مكانك كنت هعمل كذا. طبعا هنا if I were you الضمير I، فهنجيبه الناحية التانية زي ما هو، ونختار would او wouldn't والفعل في المصدر. تمام، انا بدي نصيحة، والله انا لو كنت مكانك كنت عملت كذا، زي المثال ده if I were you I would go to Alexandria، بيقول لو انا كنت مكانك كنت هروح اسكندرية. if I were you I wouldn't make noise in class، لو انا كنت مكانك ما كنتش هعمل زيطة في الفصل. if I were you I would study hard، كنت هذاكر بجد. طبعا would اختصارها، بدل ما نكتب كل دي باختصارها في apostrophe دي وبعدها الفعل في المصدر. فكلمة if I were you لو انا كنت مكانك بتدي نصيحة، والناحية التانية طبعا بنختار I would او wouldn't والفعل في المصدر. تمام كده، طيب تعالوا بقى نحل مع بعض على الحالة التانية، سهلة جدا جدا زي الحالة الاولى. الحالة الاولى كنا بنقول مضارع بسيط والمصدر، اما الماضي ماضي بسيط، وعندك الناحية التانية would او could او might والفعل في المصدر، وينفع برضو ان احنا نقول wouldn't او couldn't او would او might not. تمام، طيب نحل هنا بقى، بيقول ايه if there not are more mangrove trees along the coast there would be fewer floods. الله، ده انا عندي would والمصدر، يبقى الناحية التانية تبقى ماضي بسيط، فالار هتبقى ايه where if where if there where، لو كان موجود. طيب دايما كده هتلاقي ان الناحية التانية would والمصدر، يبقى ناقصك ماضي بسيط، لو ماضي بسيط يبقى ناقص would والايه والمصدر.
if we had more money اهو had ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه هتبقى would او كان او might الله would او could قصدي او might. طب ما انا عندي كان يبقى الماضي منها ايه could. فهمت؟ طيب هنا بيقول لي if we live in Hurghada we could we would go to the beach. انا عندي would والمصدر يبقى الناحيه الثانيه تبقى ماضي بسيط تبقى lived. تمام؟ لو احنا عايشين في الغردقه. بيقول لك those farmers move if there was another flood. ده انا عندي هنا was ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه would او could او might. اختار اي واحده فهتبقى would move. تمام؟ يبقى الفلاحين كانوا هيتنقلوا لو في فيضانات تانية. she not be an environmental scientist if she didn't love nature. بيقول لي هي ما كانتش هتبقى عالمة ذرة لو هي ما بتحبش الطبيعة. عالمة ذرة ايه؟ عالمة بيئة لو هي ما بتحبش الطبيعة. يبقى هنا ماضي بسيط يبقى ناقص هنا would والايه والمصدر فهنقول له ايه would wouldn't بقى عشان عندي هنا not wouldn't be. تمام؟ طيب what will you do if you got a job in a different city. الله من عندي got ماضي بسيط يبقى هنا اختار would او could او might. عندي will فالماضي منها هتبقى would. طيب طارق should pass the test if he not studies harder. بيقول لي would والمصدر يبقى انا عايزة ماضي بسيط بدل studies هتبقى studied. طيب هنا بقى بيقول لي what clothes would you wear if you live in a cold country. بيقول لي ايه الملابس اللي كنت هترتديها لو انت كنت عايش في دولة باردة. يبقى عندي هنا would يبقى انا عايزة ماضي بسيط يبقى هنا lived. تمام؟ بس كده بتلاقي دي يبقى تختار دي ما كانش دي تبقى دي على طول. طيب we have fewer storms if climate change stopped. الله لو تغير المناخ وقف يبقى انا عايزه هنا would يبقى هنقول would have fewer if they not cut down so many trees they would. انا عندي would والمصدر يبقى ماضي بسيط مع النفي فهتبقى didn't cut down. بس طيب the volleyball team would win the match if they have better players. عندك هنا would والمصدر يبقى ماضي بسيط يبقى بدل have هتبقى had. if I not you I would travel to your European country. هتقول لي هنا عندك would تمام والمصدر يبقى ماضي بسيط يبقى بدل الام تبقى was. لأ لان قلت لك ده تعبير على بعضي if I were you لو انا كنت مكانك. طيب if he was tall عندك ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would could might. عندي كان ففي الماضي هتبقى could. بس if he doesn't hate flying he would travel by plane. عندك would والمصدر يبقى ماضي بسيط بدل doesn't هتبقى didn't. تمام؟ yes he would probably get high marks if the teacher encourages him. encourages طبعا غلط هتبقى encouraged لان دي ماضي بسيط. تمام اهي. طيب نشوف بقى الاسئلة التانية اللي تحت اهو عشان تبقى الصورة كلها واضحة. بيقول لي if we had more time we will visit your cousins in Greece. الله ده انا عندي ماضي يبقى الناحية التانية would والمصدر اهو. what would you الله ده انا عايزه بقى مصدر بدل do بدل did هتبقى do. تمام the problems caused by rising levels sea levels could getting no بعد could بنختار الفعل في المصدر فتبقى could get. the boy will sleep better if he stopped playing computer games in the evening. عندي هنا ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه would والمصدر فهتبقى would sleep. تمام اهي خلاص. طيب I would write to Selma if I know her address. انا عندي would والمصدر يبقى الناحية التانية ماضي بسيط فالماضي من نو هتبقى نو. تمام تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي وراها. عندي طبعا هنا هنجيب الامتحان. تمام سهلة جدا الجرامر بتاع النهاردة مفيهاش حاجة صعبة. هنحل بقى general exercises على درسين واحد واتنين. نحل اول حاجة المحادثة. بيقول لي اشرف is talking to his classmate
فادي about saving electricity. أشرف بيتكلم مع فادي عن إزاي إن هم يوفروا الكهرباء. بيقول good morning فادي. good morning أشرف. فادي what do you think of our class today؟ قال له إيه ماذا تعتقد درس النهاردة هيكون عن إيه؟ فمش عارفين. قال له what should we do to save electricity؟ قال له نعمل إيه عشان نوفر الكهرباء؟ طيب بعد كده هنقراها كلها وبعدين نحل. قال له I agree with you if it is useful. بيقوله أنا موافق معاك أنا موافق معاك لأنها مفيدة. قال له to save energy عشان نوفر كهرباء نعمل كذا. قال له I always turn off the lights before leaving. قال له أنا دايما بقفل النور قبل ما أغادر any place أي مكان. راح سأله سؤال قال له we can also depend on the sunlight during the day and don't use electricity. قال له إحنا كمان ممكن نعتمد على ضوء الشمس في النهار وما نستخدمش الكهرباء. سأله سؤال قال له I suggest turning off the devices that we don't need. ورد عليه قال له أنا بقترح إن إحنا نقفل كل الأجهزة اللي إحنا مش بنستخدمها. طيب أول حاجة بيقول له what do you think of our class today؟ قال له إيه رأيك؟ يعني what do you think هي what do you think هي إيه رأيك؟ فقال له إيه رأيك في درس النهاردة؟ فهيقول له إيه طبعا هما بيتكلموا عن الكهرباء مش عارفة إيه، فممكن يقول إن هو مفيد. تمام، بما إن كتب لي هو تحت مفيد فهنقول له it's useful. ممكن تقول I think it's useful، الاتنين صح. it is useful. راح هنا قال له نعمل ايه عشان نوفر الكهرباء. قال له انا موافق معاك ومش عارفه. قال له ايه راح تحت قال له انا دايما بقفل النور. يبقى هيقول له ايه لا يجب علينا ان احنا نقفل النور. فهنقول له you should، وعندك هنا turn off هتكتبها زي ما هي turn off the lights before you leave او before leaving. خلاص بقى اكتب الحته دي كلها هنا. تمام، عشان بس المكان مش كتير معايا. فسأله سؤال قال له we can also، قال له احنا كمان ممكن نعمل كذا. فهيقول له نعمل ايه كمان، كلمة نعمل ايه كمان what else. تمام، فبعدين قال له انا بقترح ان احنا ايه نقفل الاجهزة اللي احنا مش بنستفاد بيها. فممكن يقول له ايه كمان تقترح علينا. فكلمة ايه كمان برضو هنقول له او هنقول له what do you suggest else what، وعندي هنا I suggest فعل في المصدر فهيبقى what do والI تبقى you وsuggest طلعها زي ما هي وممكن تكتب else في الآخر. تمام، تقترح ايه كمان، فقال له كذا. فطبعا هيقوله في الآخر ايه that's right، هذا صحيح that's right. تمام، او you are right، الاتنين صح. طيب نحل بقى هنا في لينز جابس. بيقول لي doing و light و off و to do و rechargeable و cold. بيقول we should try to save energy as much as possible. we can do many things to save energy like using energy saving. طبعا energy saving ايه؟ نقط بالبس هتبقى طبعا light bulbs، ان احنا حافظينها زي ما هي كده اللي هو اللهم دل ايه الموفرة، فهتبقى light bulbs and نقط batteries، ونستخدم البطاريات اللي هي الايه rechargeable اللي هي قابلة للايه للشحن مرة تانية. we should turn ايه turn off اللي هي بالاتنين f double f زاد devices and the lights that we don't need. بيقول our bad habits that we use not in the past should be stopped. بيقول العادات اللي كنا بنستخدمها في الماضي متعودين ان احنا نستخدمها لا بقى نبطلها. فانا عندي used هتبقى to والايه والمصدر فهتبقى to do. تمام، بس كده سهلة جدا. نحل بقى الاختيارات. بيقول له the not is something that gives power as to a machine to a car وهكذا. بيقول لي اللي بتدي طاقة للبطارية او اللعب للآلة أو اللعبة قلتها هتبقى البطارية. we should save energy at our home the synonym of save. نفس كلمة معنى save هتبقى طبعا ايه keep يحافظ على أو يوفر. طيب هنا بقى عندي بيقول لي ايه he is too little هو صغير جدا to do that عشان يعمل ده. بيقول لي the antonym of the word little عكس كلمة little عكس كلمة صغير هتبقى ايه طبعا old. we to get the adjective from the verb recharge هنضيف لها ايه هتبقى able rechargeable. تمام، we as a prefix to the word usable to mean use again فهتبقى reusable. تمام،
something which is sustainable is حاجة مستدامة يبقى renewable متجددة. تمام. في الاخر بقى بيقولك اكتب a review of a day you spent in a place you will never forget. بيقولك اكتب بقى review عن مكان انت زرته مش ناسي. تمام. طبعا ده هتلاقيه في اخر الكتاب. خلصنا كده الدرسين 1 و2. ان شاء الله بكرة هنزل لكم الدرسين 3 و4، ولو فيهم جرامر طويل بقى هسيبه لوحده، ولو الجرامر صغيرة هنزلها لكم مع الدرس بإذن الله. ما فيهاش جرامر، فهناخد الدرسين 3 و4 بكرة ان شاء الرحمن. تمام. عشان ننجز معكم في المنهج. اشوفكم بقى على خير، ولو عايزين اي حاجة اكتبولي في الكومنتات، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.